السلام عليكم. أجمل قصص العرب حول الذكاء وسرعة البديهة. ذات يوم جاء بعض الناس إلى الإمام الشافعي وطلبوا منه أن يذكر لهم دليلا على وجود الله سبحانه وتعالى، ففكر لحظة ثم قال لهم: الدليل هو ورقة التوت. فتعجب الناس من هذه الإجابة وتساءلوا: كيف تكون ورقة التوت دليلا على وجود الله؟ فقال الإمام الشافعي: ورقة التوت طعمها واحد، لكن إذا أكلها دود القز أخرج حريرا، وإذا أكلها النحل أخرج عسلا، وإذا أكلها الظبي أخرج المسك ذا الرائحة الطيبة. فمن الذي وحد الأصل وعدد المخارج؟ إنه الله سبحانه وتعالى خالق الكون العظيم. تزوجت امرأة وبعد 6 أشهر ولدت طفلة، والمعروف أن المرأة غالبا ما تلد بعد 9 أشهر أو 7 أشهر من الحمل، فظن الناس أنها لم تكن مخلصة لزوجها وأنها حملت من غيره قبل زواجها منه، فأخذوها إلى الخليفة ليعاقبها. وكان الخليفة حينئذ هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلما ذهبوا إليه وجدوا الإمام عليا موجودا عنده، فقال لهم: ليس لكم أن تعاقبوها لهذا السبب. فتعجبوا وسألوه: وكيف ذلك؟ فقال لهم: لقد قال الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، أي أن الحمل وفترة الرضاعة 30 شهرا. وقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي أن مدة الرضاعة 2 سنين، إذن فالرضاعة 24 شهرا، والحمل يمكن أن يكون 6 أشهر فقط. سمعت امرأة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعن من تغير خلقتها من النساء، فتفرق بين أسنانها للزينة وترقق حاجبيها، فذهبت إليه وسألته عن ذلك، فقال لها: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة في دهشة واستغراب: لقد قرأت القرآن الكريم كله، لكني لم أجد فيه شيئا يشير إلى من لعن من يقمن بعمل مثل هذه الأشياء. وهنا ظهرت حكمة الفقيه الذي يفهم دينه فهما جيدا، فقال للمرأة: أما قرأت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أجابت المرأة: بلى. فقال لها: إذن فقد نهى القرآن عنه أيضا. يروى أن رجلا جاء إلى الإمام أبي حنيفة ذات ليلة وقال له: يا إمام، منذ مدة طويلة دفنت مالا في مكان ما، ولكني نسيت هذا المكان، فهل تساعدني في حل هذه المشكلة؟ فقال له الإمام: ليس هذا من عمل الفقيه حتى أجد لك حلا. ثم فكر لحظة وقال له: اذهب فصل حتى يطلع الصبح، فإنك ستذكر مكان المال إن شاء الله تعالى. فذهب الرجل وأخذ يصلي، وفجأة وبعد وقت قصير وأثناء الصلاة تذكر المكان الذي دفن المال فيه، فأسرع وذهب إليه وأحضره. وفي الصباح جاء الرجل إلى الإمام أبي حنيفة وأخبره أنه عثر على المال وشكره، ثم سأله: كيف عرفت أني سأتذكر مكان المال؟ فقال الإمام: لأني علمت أن الشيطان لن يتركك تصلي وسيشغلك بتذكر المال عن صلاتك. تحدى أحد الملحدين الذين لا يؤمنون بالله علماء المسلمين في أحد البلاد، فاختاروا أذكاهم ليرد عليه،
وحددوا لذلك موعدا. وفي الموعد المحدد ترقب الجميع وصول العالم، لكنه تأخر. فقال الملحد للحاضرين: لقد هرب عالمكم وخاف، لأنه علم أني سأنتصر عليه وأثبت لكم أن الكون ليس له إله. وأثناء كلامه حضر العالم المسلم واعتذر عن تأخره، ثم قال: وأنا في الطريق إلى هنا لم أجد قاربا أعبر به النهر، وانتظرت على الشاطئ، وفجأة ظهرت في النهر ألواح من الخشب وتجمعت مع بعضها بسرعة ونظام حتى أصبحت قاربة، ثم اقترب القارب مني فركبته وجئت إليكم. فقال الملحد: إن هذا الرجل مجنون، فكيف يتجمع الخشب ويصبح قاربا دون أن يصنعه أحد، وكيف يتحرك بدون وجود من يحركه؟ فتبسم العالم وقال: فماذا تقول عن نفسك وأنت تقول إن هذا الكون العظيم الكبير بلا إله؟ كان عبد الله بن المبارك عابدا مجتهدا وعالما بالقرآن والسنة، يحضر مجلسه كثير من الناس ليتعلموا من علمه الغزير. وفي يوم من الأيام كان يسير مع رجل في الطريق، فعطس الرجل ولكنه لم يحمد الله، فنظر إليه ابن المبارك ليلفت نظره إلى أن حمد الله بعد العطس سنة على كل مسلم أن يحافظ عليها، ولكن الرجل لم ينتبه، فأراد ابن المبارك أن يجعله يعمل بهذه السنة دون أن يحرجه، فسأله: أي شيء يقول العاطس إذا عطس؟ فقال الرجل: الحمد لله. عندئذ قال له ابن المبارك: يرحمك الله. خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذاهبا إلى بلاد الشام، وكان معه بعض الصحابة، وفي الطريق علم أن مرض الطاعون قد انتشر في الشام وقتل كثيرا من الناس، فقرر الرجوع ومنع من معه من دخول الشام. فقال له الصحابي الجليل أبو عبيدة بن الجراح: أفرار من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فرد عليه أمير المؤمنين: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. ثم أضاف قائلا: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو أن لك إبلا هبطت واديا له جهتان، إحداهما خصيبة، أي بها زرع وحشائش تصلح لأن ترعى فيها الإبل، والأخرى جديبة، أي لا زرع فيها ولا تصلح لأن ترعى فيها الإبل، أليس لو رعيت في الخصيبة رعيتها بقدر الله، ولو رعيت في الجديبة رعيتها بقدر الله؟ جاء أحد الموسوسين المتشككين إلى مجلس الفقيه ابن عقيل، فلما جلس قال للفقيه: إني أنغمس في الماء مرات كثيرة ومع ذلك أشك، هل تطهرت أم لا؟ فما رأيك في ذلك؟ فقال ابن عقيل: اذهب فقد سقطت عنك الصلاة. فتعجب الرجل وقال له: وكيف ذلك؟ فقال ابن عقيل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، ومن ينغمس في الماء مرارا مثلك ويشك هل اغتسل أم لا فهو بلا شك مجنون. يحكى أن امرأة جاءت إلى أحد الفقهاء فقالت له: لقد مات أخي وترك 600 درهم، ولما قسموا المال لم يعطوني إلا درهما واحدة. فكر الفقيه لحظات ثم قال لها: ربما كان لأخيك زوجة وأم وابنتان و12 أخا. فتعجبت المرأة وقالت: نعم هو كذلك. فقال: إن هذا الدرهم حقك وهم لم يظلموك، فلزوجته ثمن ما ترك وهو يساوي 75 درهما، ولابنتيه الثلثين وهو يساوي 400 درهم، ولأمه سدس المبلغ وهو يساوي 100 درهم، ويتبقى 25 درهما توزع على إخوته 12
وعلى أخته، ويأخذ الرجل ضعف ما تأخذه المرأة، فلكل أخ درهمان، ويتبقى للأخت التي هي أنت درهم واحد. كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه معروفا بالحكمة والرفق. وفي يوم من الأيام دخل عليه أحد أبنائه وقال له: يا أبتي، لماذا تتساهل في بعض الأمور؟ فوالله لو أني مكانك ما خشيت في الحق أحدا. فقال الخليفة لابنه: لا تعجل يا بني، فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في المرة الثالثة، وأنا أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعوا، أي أخاف أن أجبرهم عليه مرة واحدة فيرفضوا فتكون فتنة. فانصرف الابن راضيا بعد أن اطمأن لحسن سياسة أبيه، وعلم أن رفق أبيه ليس عن ضعف، ولكن نتيجة حسن فهمه لدينه. سأل أحد الناس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له: ما تقول في الغناء، أحلال أم حرام؟ فقال ابن عباس: لا أقول حراما إلا ما ذكر في كتاب الله أنه حرام. فقال الرجل: أحلال هو؟ فقال ابن عباس: ولا أقول حلالا إلا ما ذكر في كتاب الله أنه حلال. ونظر ابن عباس إلى الرجل فرأى على وجهه علامات الحيرة، فقال له: أرأيت الحق والباطل إذا جاء يوم القيامة، فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل: يكون مع الباطل. وهنا قال ابن عباس: اذهب فقد أفتيت نفسك. كانت الأعراب تذهب إلى الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك كل عام لطلب المال، فتقدم إليهم الحاجب يأمرهم بالإيجاز في الخطب. فقام أعرابي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تبارك وتعالى جعل العطاء محبة ومنعه مبغضة، فأعطاه هشام المال الكثير. قال حسان بن ثابت: قدمت على النعمان بن المنذر وقد امتدحته، فأتيت حاجبه عصام بن شهبر فجلست إليه فقال: إني لأرى عربيا، أفمن الحجاز أنت؟ قلت: نعم. قال: فكن قحطانيا. قلت: فأنا قحطاني. قال: فكن يثربيا. قال: فأنا يثربي. قال: فكن خزرجيا. قلت: فأنا خزرجي. قال: فكن حسان بن ثابت. قلت: فأنا هو. فما أعظم الفراسة حتى تدرج ليعرف من الرجل. يروى أنه من عادات العرب في الجاهلية أنهم إذا تكاثرت خيولهم واختلط عليهم أمرها أصبحوا لا يفرقون بين أصيلها وهجينها، فكانوا يجمعونها كلها في مكان واحد ويمنعون عنها الأكل والشرب ويوسعونها ضربا، وبعد ذلك يأتون لها بالأكل والشرب، فتنقسم الخيول إلى مجموعتين: مجموعة تهرول نحو الأكل والشرب لأنها جائعة غير مهتمة بما فعلوا بها، ومجموعة أخرى تأبى الأكل من اليد التي ضربتها وأهانتها. وبهذه الطريقة كانوا يعرفون الخيل الأصيلة من الهجينة. قال الحارث بن مرة: نظر إياس بن معاوية إلى رجل فقال: هذا غريب، وهو من أهل واسط، وهو معلم، وهو يطلب عبدا له أبق. فوجدوا الأمر كما قال، فسألوه عن سبب معرفته فقال: رأيته يمشي ويلتفت فعلمت أنه غريب، ورأيت على ثوبه حمرة تربة واسط فعلمت أنه من أهلها، ورأيته يمر على الصبيان فيسلم عليهم ولا يسلم على الرجال فعلمت أنه معلم، ورأيته إذا مر على ذي هيئة حسنة لا يلتفت إليه، وإذا مر على ذي ملابس رثة تأمله فعلمت أنه يطلب عبدا أبق. بينما كان المسلمون يستعدون لفتح القدس الشريف، وكانت تسمى إلياء وقتها، وصلت الأخبار إلى أمير المؤمنين
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الروم قد جمعوا جموعهم عند الرملة تحت قيادة رجل يسمى أرطبون، وهو من أشد القوم دهاء ومكرا وحيلة، ومن أبعدهم غورا وأنكأهم فعلا. فلما سمع الفاروق عمر ذلك قال: رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، فلننظر عما تنفرج عنه الأحداث. وكان أمير المؤمنين يقصد بقوله أرطبون العرب الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان عمرو بن العاص قد فتح كل مما صادف من مدن وقرى، وانتقل من نصر إلى نصر حتى وصل قرب إلياء، وأقام بجنده على مشارف أجنادين ينتظر سقطة من أرطبون ليفاجئه بالهجوم، ولم تشفه وسائل استطلاعه أو رسله بما يريد معرفته أو يود أن يسمعه، فما كان منه إلا أن قام بهذه المهمة بنفسه. فذهب إلى معسكر الروم ودخل على أرطبون يزعم أنه رسول القائد عمر، فتحسس ما أراد وتأمل ما يود معرفته، وتحدث إلى أرطبون وسمع منه ليعرف طريقة تفكيره، مما أدى إلى أن يشك أرطبون في أنه عمر أو أنه الذي يأخذ منه عمر رأيه ومشورته. فقال أرطبون في نفسه: ما كنت لأصيب القوم بأمر أعظم من قتل هذا الرجل. فأصر لأحد جنده بالتنفيذ إلى أن عمر فطن لذلك، فقال: أيها الأمير، إني قد سمعت كلامك وسمعت كلامي، وإني واحد من عشرة، بعثنا الخليفة عمر بن الخطاب لنكون مع الوالي عمر لنشهد أموره، وقد أحببت أن آتيك بهم ليسمعوا كلامك وما رأيت. فقال أرطبون: نعم، فاذهب فاتني بهم. وأوقف الأمر في القتل طمعا في قتل العشرة، وبذلك نجا عمر من غدر أرطبون الروم، وصدقت فراسة الفاروق عمر بن الخطاب، فغلب أرطبون العرب أرطبون الروم. كان العرب في مراسلاتهم يرسلون رسائل سرية كهذه: أن يوسف نادر أحببت ندرة تعامله معنا، فكانت لا تعني شيئا أمام الأعداء في الحروب، لكنها تعني الكثير لأصحاب الرسالة، حيث كانوا يقرؤون أول حرف لكل كلمة على حدة، بحيث تصبح الجملة: أين أنتم؟ طلبا منهم للنجدة أو المدد بالسلاح. استأجرت قريش كرز الخزاعي لتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى المدينة، ولم يكن يعرف هذا الخزاعي عن النبي الكريم، ولكنه لما رأى أثر قدم النبي في الرمال قال: إن هذه القدم من تلك القدم التي في المقام، يعني أن رسمة هذه القدم الموجودة على الرمال هي من نسل القدم الموجودة في المقام، ويقصد بها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسل إبراهيم عليه السلام. روى الشعبي أنه كان جالسا بجانب شريح، فجاءته امرأة تخاصم زوجها وتبكي، فقال الشعبي: لا بد أن زوجها ظلمها فعلا، وإلا لما بكت هكذا. فقال له شريح: إخوة يوسف جاءوا أباهم وهم يبكون. قال رجل لإياس بن معاوية: علمني القضاء. فقال: إن القضاء لا يعلم، إنما القضاء فهم، ولكن قل: علمني من العلم، وهذا هو سر المسألة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إذ نفشت فيه غنم القوم، وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، وكنا فاعلين. فخص سليمان فهم القضية وعممها بالعلم، وكذلك كتب عمر إلى قاضيه أبي موسى في كتابه المشهور: والفهم الفهم فيما أدلي إليك، والذي اختص به إياس وشريح مع مشاركتهما لأهل عصرهما في العلم هو الفهم في الواقع،
والاستدلال بالأمارات وشواهد الأحوال. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني. قال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس إليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: إن لي جارا يؤذيني. فجعلوا يقولون: اللهم العنه، اللهم أخرجه. فبلغ ذلك فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك، فوالله لا أوذيك أبدا. قال يهودي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما لكم لم تلبثوا بعد نبيكم إلا 15 سنة حتى تقاتلتم؟ فقال علي كرم الله وجهه: ولما أنتم لم تجف أقدامكم من البلل حتى قلتم: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ وجد الحجاج على منبره مكتوبا: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فكتب تحته: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. دخل عقيل على معاوية وقد كف بصره، فأجلسه معه على سريره، ثم قال له: أنتم معشر بني هاشم تصابون في أبصاركم. فقال له عقيل: وأنتم معشر بني أمية تصابون في بصائركم. قيل: اجتمعت بنو هاشم يوما عند معاوية، فأقبل عليهم وقال: يا بني هاشم، إن خيري لكم لممنوح، وإن بابي لكم لمفتوح، فلا يقطع خيري عنكم، ولا يرد بابي دونكم. ولما نظرت في أمري وأمركم رأيت أمرا مختلفا، إنكم ترون أنكم أحق بما في يدي مني، وإذا أعطيتكم عطية فيها قضاء حقوقكم قلتم: أعطانا دون حقنا، وقصرنا بنا عن قدرنا. فصرت كالمسلوب، والمسلوب لا حمد له. هذا مع إنصاف قائلكم وإسعاف سائلكم. قال: فأقبل عليه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: والله ما منحتنا شيئا حتى سألناه، ولا فتحت لنا بابا حتى قرعناه، ولئن قطعت عنا خيرك فخير الله أوسع منك، ولئن أغلقت دوننا بابا لنكففن أنفسنا عنك. وأما هذا المال فليس لك منه إلا مال الرجل من المسلمين، ولولا حقنا في هذا المال لم يأتك منا زائر يحمله خف ولا حافر. أكفاك أم أزيدك؟ قال: كفاني يا ابن عباس. قال معاوية أيضا لرجل من اليمن: ما كان أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة؟ فقال: أجهل من قومي قومك، الذين قالوا حين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، ولم يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. قال معاوية يوما لجارية بن قدامة: ما كان أهونك على قومك إذ سموك جارية؟ فقال: ما كان أهونك على قومك إذ سموك معاوية وهي الأنثى من الكلاب؟ قال: اسكت لا أم لك. قال: أم لي ولدتني، أما والله إن القلوب التي أبغضناك بها لبين جوانحنا، والسيوف التي قاتلناك بها لفي أيدينا، وإنك لم تهلكنا قسوة ولم تملكنا عنوة، ولكنك أعطيتنا عهدا وميثاقا، وأعطيناك سمعا وطاعة، فإن وفيت لنا وفينا لك، وإن نزعت إلى غير ذلك فإنا تركنا وراءنا رجالا شدادا وأسنة حدادا. فقال معاوية: لا أكثر الله في الناس مثلك يا جارية. فقال له: قل معروفا، فإن شر الدعاء محيط بأهله. خطب معاوية يوما فقال: إن الله تعالى يقول:
وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فعلى ما تلوموني إذا قصرت في عطاياكم؟ فقال له الأحنف: وإنا والله لا نلومك على ما في خزائن الله، ولكن على ما أنزل الله لنا من خزائنه، فجعلته في خزائنك وحلت بيننا وبينه. قيل دخل مجنون الطاق يوما إلى الحمام وكان بغير مئزر، فرآه أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وكان في الحمام فغمض عينيه، فقال المجنون: متى أعماك الله؟ قال: حين هتك سترك. حكي أن الحجاج خرج يوما متنزها، فلما فرغ من نزهته صرف عنه أصحابه وانفرد بنفسه، فإذا هو بشيخ من بني عجل، فقال له: من أين أيها الشيخ؟ فقال: من هذه القرية. قال: كيف ترون عمالكم؟ قال: شر عمال، يظلمون الناس ويستحلون أموالهم. قال: فكيف قولك في الحجاج؟ قال: ذاك ما ولي العراق شر منه، قبحه الله وقبح من استعمله. قال: أتعرف من أنا؟ قال: لا. قال: أنا الحجاج. قال: جعلت فداك، أو تعرف من أنا؟ قال: لا. قال: فلان بن فلان، مجنون بني عجل، أسرع في كل مرتين. قال: فضحك الحجاج منه وأمر له بصلة. قالت عجوز لزوجها: أما تستحي أن تزني ولك حلال طيب؟ قال: أما حلال فنعم، وأما طيب فلا. قال ملك لوزيره: ما خير ما يرزقه العبد؟ قال: عقل يعيش به. قال: فإن عدمه؟ قال: أدب يتحلى به. قال: فإن عدمه؟ قال: مال يستره. قال: فإن عدمه؟ قال: فصاعقة تحرقه وتريح منه البلاد والعباد. تنبأ رجل في زمن المنصور، فقال له المنصور: أنت نبي سفلة. فقال: جعلت فداك، كل نبي يبعث إلى شكلها. ذكر أن إبراهيم مغني الرشيد غنى يوما بين يديه، فقال له: أحسنت، أحسن الله إليك. فقال: يا أمير المؤمنين، إنما يحسن الله إلي بك. فأمر له 100,000 درهم. ذبحت عائشة رضي الله تعالى عنها شاة وتصدقت بها وأفضلت منها كتفة، فقال لها النبي: ما عندك منها؟ فقالت: ما بقي منها إلا كتف. فقال: كلها إلا كتفة. قال عبد الله بن يحيى لأبي العيناء: كيف الحال؟ قال: أنت الحال، فانظر كيف أنت لنا. فأمر له بمال جزيل وأحسن صلته.